موقع مصراوي هو واحد من أقدم المواقع الإلكترونية في مصر والوطن العربي، واللي بالتأكيد ليه متابعين وقراء كتير في كل مكان. وعلشان مصراوي يحافظ على صدارة كان لازم يغير ويطور من شكله ومضمونه، ومن دلوقتي مصراوي بقى بشكل جديد، أسرع، أسهل، ومن غير تعقيد. موقع مصراوي هيختلف النهاردة كتير عن زمان، لأن انت هيمكنك انك تتصفح مصراوي بالعرض وبالطول، فيعني left to right و up and down، فإن شاء الله ده اللي هتشوفوه معنا. احنا ابتدينا ناخد آراء القراء شيء بشيء يعني عن موقع مصراوي، والحمد لله كل الآراء كانت في صفنا، وقريب جدا هيبقى عندنا الجديد. ناس النهارده متعودة على كل التاتش سكرين، كل الأجهزة، التليفون المحمول اللي هي بتسمح باللمس، الكلام ده كله. احنا حبينا ان احنا نفس التجربة دي تبقى كمان موجودة على شاشات الأجهزة العادية. اي حد ممكن يستخدم ايده، ممكن يستخدم الكيبورد ان هو يتحرك في السايت، يقرأ كل المقالات اللي هو عايزها، فبتساعدك انك تقرأ مقالات اكتر على نفس الموقع في نفس الوقت. حاولنا ان احنا نعمل تطوير جديد واقسام جديدة، وفي خدمة تفاعلية بيننا وبين المستخدم أو القارئ اللي هو على الإنترنت، بهدف الوصول لأكبر عدد من القراء، وفي نفس الوقت تقديم محتوى خبري يليق باسم مصراوي، كونه أول بوابة إلكترونية في مصر، وحاليا هو الموقع الأكثر زيارة في مصر. وعلشان كل واحد مننا ليه طريقته المفضلة بتصفح الإنترنت بالموبايل أو لاب أو حتى أجهزة التاتش سكرين بكل أنواعها، مصراوي هيساعد كل الناس بنظام خاص لكل جهاز. بداية أنا بهنيهم، وبجد مصراوي قام بدور كبير جدا، وكان من الطلعة الأولى اللي بدأت الإعلام الإلكتروني الحقيقي. عايز أقولك إن إحنا لازم في مصر نقتنع تماما إن خلال 5 سنوات ده على حد أكبر الإعلام الإلكتروني هياخد مساحة أضعاف أي إعلام آخر. وسائل التكنولوجيا اللي هي التلفزيون والراديو والحاجات دي كلها، الموبايل إذا كان النهاردة أنت بتعتبره بيحقق إنجاز، خلال 5 سنوات هيبقى الموبايل هو حياتك. أعتقد إن أهم حاجة في التصميم الجديد سهولة استخدام، سهولة التصفح، سهولة التفاعل، واعتقد ان الخدمات الكتير اللي بيقدمها الموقع اكيد هتزيد من شعبية الموقع مصراوي اللي هو اوريدي بيجيله ما يفوق 1,000,000 زائر كل يوم. بالتأكيد الاعلام الالكتروني اصبح ليه اهمية كبيرة في الوقت الحالي، وعلشان الزمن بيتطور بسرعة واحتياجات الناس للمعلومة معتمدة على الدقة وكمان السرعة، كان لازم الاعلام الالكتروني يواكب متطلبات العصر، ومصراوي عمل الخطوة الاولى في مصر. محمد سعيد، زي الشمس.